طاب مساؤكم واهلا بكم من العربيه، معكم في العالم الليله التي نستعرض فيها ابرز احداث اليوم في ملفات مفصله، ولكن دعونا نبدا بالعناوين. وندعوهم للاحتشاد امام السفارات الامريكيه والاسرائيليه، وقد بدا يمتد الى مصر الكنانه. حماس تدعو الى تصعيد الحرام، والجهات تطالب بتمدده الى مصر والمغرب العربي والبحرين والكويت. الحكومة الأردنية حماس تعتبر الأم لجماعة الإخوان وتدعوهم للعودة والتفكير بعقلانية. إيران تعترف بمقتل 11 عنصرا من الأمن، ومنظمة جيش العدل تقول إن الأعداد بالمئات. A vote for Trump is a vote to save Wisconsin and it's a vote to save your country. This country is finished. أصوات الشباب في أمريكا تميل لصندوق ترامب، وأرقام الاستطلاعات ترجح كفة المرشح الجمهوري بين الأقليات. وفي الساعة الثانية من العالم الليلة ملفات أخرى، أبرزها فتح وحماس في مواجهة. مصدر أمني فلسطيني يؤكد للعربية أن حماس تعمل على تضليل الرأي العام من أجل أغراض خاصة. بعد استهداف قافلة المطبخ المركزي العالمي، سفينة تحمل مساعدات لغزة تعود أدراجها. وتحليل عسكري يؤكد أن إسرائيل استهدفت القافلة عن عمد. كيف يتم استغلال عاطفة المتظاهرين في الأردن لمصالح سياسية، كان من قبل حماس أو الإخوان في الخارج أو من قبل إيران كذلك؟ وطبعا كل من يعارض ذلك سنناقش ما قالته حماس بشأنه، تهمته جاهزة. إسرائيلي نتابع أيضا إيران، هل تتجاوز ما تسميه بصبرها الاستراتيجي بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق؟ أم ترد بالإنابة؟ أم رد محدود مبلغ عنه مسبقاً؟ أم ماذا؟ سيناريو إشعال جبهة الجنوب اللبناني وارد، نناقش ذلك في خارج الصندوق. وقبل أن نفتح ملفاتنا في العالم الليلة، هذا هو وزير الخارجية الأمريكي، وكما تتابعون أسفل الشاشة أمامكم، يقول بأنه إذا لم نشهد التغييرات التي نريدها من إسرائيل فستكون هناك تغييرات بسياستنا، كما قال وزير الخارجية. هذا هو الآن الوزير بلينكن في هذا المؤتمر الصحفي، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن غضبها، وللمرة الأولى هناك غضب أمريكي. هذا الغضب وصفه مراقبون أمريكيون بمثابة الإدانة الأمريكية لإسرائيل، خصوصا بعد استهداف العاملين في المنظمات للأعمال الغذائية. حتى وإن تحدثت الإدارة بشكل واضح عن ما نقوم به، وأركز على البشر المعنيين، لكن عقيدتنا الراسخة بأننا نريد أن نرى وقف إطلاق نار فوري وإطلاق سراح الرهائن، لنتمكن من زيادة كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وكما قلت، فالرئيس ورئيس الوزراء تحدثا، وتوقعنا هو أن إسرائيل ستعلن ويجب أن تعلن عن خطوات ستتخذها وتتخذها بأسرع ما يمكن لضمان أنه يمكن زيادة المساعدات وأن تستدام هذه المساعدات. ما زال الوزير بلينكن وما زال موقف الولايات المتحدة الأمريكية متعلق في هذا الاستهداف الأخير لورلد سنترال كيتشن. بلينكن يقول نريد وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.
سنفتح ملفات العالم الليلة، ولكن استثنائيا اليوم ونظرا لأهمية الوضع سنخصص جزء أكبر من ملفاتنا لنقاش حول ملف التظاهرات في الأردن، وأيضا دعوات تجيش وتأليب الشارع وصولا إلى دعوة الشعوب العربية الأخرى بالحراك. وبالتأكيد أيضا سنستكمل باقي الملفات خلال هذه الساعة. فلأن الأزمة التي خلفتها دعوات التحريض للتظاهر في الأردن بدأت تتكشف لتتخذ موقفا أكثر وضوحا من قبل حركتي حماس والجهاد. حماس وعلى لسان القيادي فيها أسامة حمدان دعت الشعوب العربية إلى تصعيد حراكها أمام البعثات الدبلوماسية غدا الجمعة، وندعوهم للاحتشاد أمام السفارات الأمريكية والإسرائيلية رفضا للعدوان وضغطا لإيقاف الإجرام والعدوان الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة، وندعو للمشاركة الفاعلة والحاشدة في هذه الفعاليات يوم غد الجمعة وفي الأيام التالية. وأنا أدعو أصحاب المعارك الدونكشوتية الوهمية في أذهانهم أن يتوقفوا عن مثل هذه التصرفات التي لا تخدم إلا الاحتلال، إن من يطلق مثل هذه الحملات يجد نفسه تلقائيا في مربع الاحتلال. هذا موقف حركة حماس. أما حركة الجهاد وعلى لسان المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري فيها، فدعا إلى تمدد الحراك من الأردن إلى بقية العواصم العربية، مضيفا أنه بدأ بالفعل يمتد إلى مصر، تونس، الجزائر، الكويت والبحرين. نحيي جماهيرنا العربية الأبية الحية التي خرجت عن صمتها في الأردن وعمان بعشرات الآلاف، يتقدمهم المحامون والأطباء والمثقفون، ولهم نقول إننا في سرايا القدس والمقاومة نتابع حضوركم عن كثب ونفخر بكم وبصنيعكم، وإن صدى صوتكم يسمع جيدا في غزة وقد بدا يمتد إلى مصر الكنانة وتونس الحرية وجزائر الشهداء والكويت والبحرين والعديد العديد من البلدان والعواصم، في موقف ورسالة واضحة أن شعوبنا العربية لا زالت بخير. هذه التصريحات وهذا التصعيد جاء بعد مظاهرات في الأردن قالت عمان إنها انحرفت عن مسارها. عبد الجليل سيعطينا لمحة عن هذه التظاهرات. عبد الجليل. نعم نادين، المظاهرات انتقلت إلى مرحلة تخريب وهجوم على قوات الأمن في الآونة الأخيرة بالرغم من أنها بدأت عفوية، حيث شهد الأردن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الفائت تظاهرات عنوانها دعم غزة. لكن الحكومة الأردنية أكدت مؤخرا أن الهتافات لها أغراض غير بريئة وأنه يتم استغلال المظاهرات من أجل أهداف أخرى. الأردن وجه اللوم إلى حماس في محاولة بائسة لتحريف التظاهرات عن أهدافها، كما طالب المتظاهرين بالحفاظ على بلادهم، حيث أكدت الحكومة على ضرورة الحفاظ على استقرار الأردن في هذه الفترة المضطربة. كذلك وصف الأردن محاولات التحريض على أمن الدولة بالبائسة، وطالب قادة الحركة بأن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم ودعوة الصمود إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. على كل حال هذا الملف سنناقشه مع ضيوف العالم الليلة. من عمان سيكون معنا وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، من القاهرة دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا سيكون معنا من المنامة والذي سيصبح جاهزا معنا بعد قليل عبد الله الجنيد الكاتب السياسي. نرحب بضيوف العالم الليلة. أبدأ معك دكتور سمير، اليوم ماذا تريد حماس والجهاد من الدول العربية رغم موجة الاستنكار التي قوبلت بعد هذه الدعوات؟ يعني أنا أعتقد أنه هناك حراك من الإخوان المسلمين، من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وليس فقط من حماس. الإخوان المسلمين كانوا غائبين نتيجة أزماتهم المتتالية في عدد من الدول، في عديد الدول العربية من الجزائر إلى المغرب إلى تونس إلى السودان، وبالتأكيد بدءا من مصر أيضا. الإخوان المسلمين الذين يعانون من أزمة داخلية، انقسام في المركز وانقسام طولي أيضا، هم بالتعاون غير البريء في التحالف غير الشريف مع إيران، لأن توقيت هذه المسائل كلها كما هو معروف وكما ملاحظ في أعقاب زيارة هنية في اليوم الثاني لقرار الأمم المتحدة مجلس الأمن الوقف إطلاق النار،
طار هنية إلى إيران، ومن هناك تلقت تعليمات حيث تستخدم وتستغل حماس حالة الجماهير العربية بشكل عام والأردنية بشكل خاص نتيجة ثقل حركة الإخوان المسلمين هناك لتهييج الجماهير بدعوى أنها تدافع عن القدس. لو سألت أي حد من المظاهرات يقول لك أنه دفاعا عن القدس الشريف، القدس الشريف ينتهك بشكل مستمر منذ أكثر من سنة، لم تتحرك مثل هذه المظاهرات إلا في فترات محدودة وبشكل محدود، لكن هذا التوقيت بالتحديد بالعناصر التي أشرت إليها يعني أن هناك جهازا كبيرا هو الأردن هو إيران متحالفة مع الإخوان المسلمين لتحريك هذه الجماهير لتخفيف الضغط على حماس وشراء مزيد من الوقت بانتظار متغير جديد، لأنه كل رهاناتها السابقة سقطت أو فشلت أو أحبطت، وبالتالي هي ما تزال تراهن الآن على خلط الأوراق من جهة وتراهن من جهة أخرى على محاولة، وأسجل علي ما أقوله، هي تحاول أن تسترد موقعها القديم في الأردن تحديدا، لأنه كما أؤكد ليس لحماس موقعا في غزة وربما في كل خليني أنقل هذه النقطة إلا بعد فترة طويلة وبالانتخابات، لكن هذه المسألة مسألة مركزية يجب أن نؤكد عليها. هذه محاولة لاسترداد موقعها في الضفة الشرقية حتى تؤثر عن قرب في الأحداث في الضفة الغربية وفي فلسطين بشكل عام. سيد سميح، هل هذا ما تريد حماس اليوم، استرداد موقعها القديم في الضفة الشرقية الأردن؟ وأيضا نرحب بضيفنا أستاذ عبد الله الجنيد الكاتب السياسي الذي انضم إلينا الآن، وبالتأكيد سنعود إليه في سياق هذا الحديث. سيد سميح، بالتأكيد اللي حكاه الأستاذ احنا بنحكي من خلال الأسبوع العشر أيام الماضية كان واضحا حماس تريد ابتزاز الدولة الأردنية والضغط على الأردن لإعادة فتح مكاتبها في عمان، وكل من قابل جماعة حماس في قطر وتحدث إليهم كانوا يحاولوا أن يقول لماذا الأردن لا يستقبل وفد من حماس خلال هذه الحرب وخلال العدوان على غزة. حماس لديها عقدة، أو قيادة حماس في الخارج لديها عقدة اسمها عمان، كانوا عندما كانوا من 91 ل 99 كانوا في استثمار لتنظيم الإخوان بالأردن، استثمار للوضع السكاني، استثمار للحالة الانفتاح اللي بالأردن، وفقدوا هذه الساحة. هم الآن يضغطوا على الدولة الأردنية من أجل أن تغير العلاقة من علاقة أمنية إلى علاقة سياسية ويعاد فتح مكاتبهم في عمان. طبعا هذا الأمر يعني أنا بعتقد أنه مستحيل أن يحدث، لأنه حماس من 91 ل 99 نقضت كل التفاهمات التي عقدت مع الأردن بشكل كامل، خرجت عن كل ما تم التفاهم عليه، وبالتالي الأردن في حينها اضطر إلى إخراج أو وقف عملها في الأردن. الأمر الثاني ربما أضيف إلى هذا الأمر أن هنالك وهم عند الإسلاميين، الإخوان وزي ما تفضل الدكتور سمير وموجود عند الإخوان وعند جزء من حماس أي وحماس في الخارج، أن هنالك فرصة لإعادة يعني إحياء ما يسمى بالربيع العربي من خلال يعني المدخل هو التضامن مع غزة. يعني هي القصة ليست غزة، لأنه وزي ما كان يقول واحد من قيادات حماس أن من يقول أنه حماس تحرض بالأردن هو إسرائيلي، الإسرائيلي هو الذي أعطى الفرصة لإسرائيل أن تدمر غزة وتقتل شعبها، لكن الأردني الذي يدافع عن بلده ولا يريد فيها الفتنة ولا يريد فيها نسبة أمن الأردن ولا باستقراره، هذا شخص وطني محب لبلده. فالقصة الأساسية لديهم أهداف يعني منها ما ذكر، ولكن بعتقد وحماس تريد وتعتقد أن غزة هي المفتاح التي تضغط فيه على الدولة الأردنية من أجل إعادة، لكن هذا مدخل سيء ورسالة لا تصل، بالعكس هذه تعزز القناعة عند الأردن أن قرارها بإخراج حماس أو وقف عمل مكاتب حماس في عمان. سيد سميح، يعني دائما لذيق الوقت، العين الحمساوية والجهادية اليوم ليست على الأردن ومصر فقط على ما يبدو، هناك دعوات أيضا للخروج بمظاهرات وحراك حتى في دول الخليج، نتحدث عن الكويت والبحرين. سيد عبد الله، أود أن أسمع تعليقك بهذا الخصوص. أولا أسأل الله مساءك وضيوفك ومشاهدي العربية. بالتأكيد ليس بالجديد أن تدعو حماس، وهي إحدى مشتقات أو إحدى فصائل يعني جماعة الإخوان المسلمين، إلى يعني الاستعانة بحلفائهم من اشتقاقات الإخوان المسلمين سواء في البحرين أو حتى في الكويت، و كليهما موجود وازن على الساحة، و
إلا أن مثل هذه الفرص في البحرين لن تجد صدى سياسي كما يتوقع هؤلاء. يعني بالتأكيد ما في عملية العودة إلى ما هي دوافع حماسة. بالتأكيد هي تريد إعادة التمركز من جديد بشكل يتناسب مع واقع غزة أو الساحة الفلسطينية والساحة العربية فيما بعد هذه الأزمة، وهي بالتأكيد تجد نفسها مهددة بالخروج إن لم يكن يقيناً أن ضمن المعادلة القادمة هو خروجها من قطر. فبالتالي هي تبحث عن معادلة سياسية تستطيع من خلال هذه المعادلة فرض إعادة إحياء وجودها في الأردن. لذلك تهديد بأمن واستقرار الأردن أمر مرفوض على الساحة السياسية والوطنية أردنيا. وكذلك يجب أن يعي هؤلاء أن هناك إرادة من قبل أشقاء وحلفاء الأردن العرب، وسوف يكونون في ظهر الأردن. وعلى كل حال دائما هناك التساؤلات فيما يتعلق إذا كان هناك حواضن شعبية في بعض البلدان على غرار مثلا لبنان، وإذا ما تحدثنا أيضا في سوريا. اليوم دكتور سمير، إذا ما تحدثنا على مصر مثلا، هل ما زال لدى الإخوان المسلمين في مصر حاضنة قد توقظهم تحركهم لاستغلال ما يجري تحت شعار القضية الفلسطينية اليوم؟ في مصر لا، بالتأكيد هناك تظاهرات وطنية توجد كل أسبوع، يوم في الأسبوع، على يعني أمام نقابة الصحفيين في مصر، يوم في الأسبوع. كانت أمس موجودين عشرات، بضع عشرات، هتفوا للشعب الفلسطيني. من المفهوم، يجب أن نوضح ونميز بين مسألتين. الشعب العربي بشكل عام في مصر وفي غير مصر وفي الأردن وفي كل العواصم العربية يتعاطف مع الشعب الفلسطيني إزاء وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني. هو لا يقصد إسرائيل والجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال لا يعاقب حماس وإنما يعاقب الشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن نميز ما بين المظاهرات السلمية التي تدين وتشجب وتتعاطف، تدين وتشجب العدوان الإسرائيلي وتتعاطف مع الشعب الفلسطيني، وبين مشروع إسرائيلي، مشروع إخواني إيراني يحاول أن يستفيد ويقفز على هذا الوضع. هناك تساؤل كبير، كيف يمكن للجمهور العاقل أن يستمع ويلبي نداءات الذين هربوا من غزة وتركوا شعبها يقتل؟ لا يوجد ولا شخص واحد من المكتب السياسي لحماس ولا من مجلس شورى حماس موجود في داخل غزة. كلهم وأسرهم وأولادهم خرجوا للخارج، وهم الآن يناشدون الدول العربية والشعوب العربية أن تتضامن مع غزة، وهم خارج غزة، هم في الدوحة وفي اسطنبول وفي بيروت. ولا واحد، لا أستطيع أن أبرهن على ذلك تماما، لا يوجد ولا قائد واحد من المكتب السياسي أو من مجلس الشورى هو أسرهم داخل قطاع غزة. وبالتالي من التعقل أن ننتبه إلى أن هذه الدعوات هي دعوات مأجورة لصالح مشروع إيراني إخواني لتفكيك هذه الدول وإعادتها إلى دول. على كل حال رح نحكي على مشروع التقاطع المصالح بين الإخوان وإيران، ولكن بالحديث عن جماعة الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين في الأردن سيد سميح اللي تصنفها الحكومة بغير المرخصة، قالت في تصريحات إعلامية أن اتصالاتها مع حركة حماس تأتي في إطار مواجهة ما وصفتها بالأطماع الصهيونية التي لا تقف عند حدود فلسطين بل ممتدة باتجاه الأردن. أيضا في الرد قال متحدث باسم الحكومة الأردنية مهند المدين، قال أن الحكومة لا تستغرب إقرار الإخوان بوجود اتصال لهم مع حماس. جاء هذا في تصريح لشبكة CNN، ونتابع معكم هذا التصريح. المبيدين قال فيه إن حماس بمثابة الأم للإخوان، وهناك ارتباط إيديولوجي وفكري بينهما، كما أضاف أن لحماس والإخوان تجارب مع الأردن، لذا عليهم التصرف بعقلانية. وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية أن الحكومة لن تسمح لأي قوى أن تمس سيادة وأمن الأردن. سيد سميح، بالنظر إلى هذه التصريحات اليوم، إلى أي حد أيضا هناك مسار مزدوج للوجود الإيراني؟ يعني من جهة هم يريدون أن يغطوا على الفشل العسكري بتكثيف الضغط على دول أخرى أولها الأردن. صحيح، يعني شوف الأردن من البلدان اللي عندها موقف
متضامن جدا مع غزة شعبيا ورسميا، بمعنى أنه إحنا مش محتاجين لهذه التحريضات أنه اطلعوا تضامنوا. ما إحنا متضامنين كل يوم في مظاهرة بعمان وفي الأردن، كل يوم في حركة، كل يوم الدولة بتتحرك إنسانيا وسياسيا. القصة الأساسية كما قلت لك أنه الإخوان أيضا الإخوان بيعانوا، إحنا مقبلين على انتخابات نيابية في ربما في شهر آب القادم، والإخوان بيعانوا من انحسار، والإخوان خارج نطاق القانون، وحماس زي ما قلت لك هي التي يعني تريد أن تعيد مكانتها بالأردن بشكل أو بآخر. هو استغلال للوضع في غزة. زمان كانت الإخوان حماس بميثاقها الأول اللي هو بالـ88 كانت تقول هي فرع من فروع الإخوان المسلمين. اليوم حماس هي التي تسير الإخوان المسلمين وتحديدا بالأردن، والكلام اللي بيحكوه الإخوان أنه نتواصل لمواجهة الخطر الصهيوني. مش هذا الموضوع، احنا كلنا ضد الخطر الصهيوني، بس لما بتطلع أنت بتحرض الناس يشتموا الدولة، يشتموا الجيش، يشتموا الأمن، يشتموا النظام السياسي بالأردن، ناس تخرب، ناس تطلع اليوم تحرب. اليوم سيد سميح، هل أيضا كمان في استمرارية المسار اللي يريد أيضا استهداف الأردن عبر الحدود؟ يعني في الفترة الأخيرة كنا نرى القبض على أيضا تهريب المخدرات، وحتى وصلنا لمرحلة سلاح في الأردن، وكان يقول الأردن هو يهاجم ميليشيات اليوم في حرب معها. صحيح صحيح، احنا عندنا إيران تأتينا من سوريا، من جنوب السوري، بالميليشيات والمخدرات والأسلحة والمتفجرات. لحظي غدا بكرة هو يوم القدس العالمي من الاحتفال الإيراني هذا السنوي، لذلك هو الدعوات للتحريض بدهم يعطوا قوة زخم لإيران اللي مبارح تلقت ضربة من إسرائيل صفعة قوية ولا تستطيع أن تقول شيئا بهذا الموضوع، لكنها تمارس الاستقواء يعني على الدول العربية وعلى الساحات العربية. احنا عندنا تهديد يأتينا من الجنوب السوري بالميليشيات الإيرانية الواضحة، عندنا نوع من الاستفزاز يأتينا من ميليشيات إيرانية موجودة بالعراق هنالك موجودة، واليوم عندنا هذا الفعل. حتى لو كانت حماس تفعله بتحريض ذاتي منها، هذا الفعل تستفيد منه إيران بتحريك الساحة الأردنية وإشعال الساحة الأردنية. من يحب فلسطين عليه أن يضمن الاستقرار للدول حول فلسطين، هاي الدول اللي تخدم فلسطين وغزة، لكن القصة لا علاقة لها بغزة، هذه أغراض فصائلية، أغراض تنظيمات لا علاقة لها بغزة. طيب والشعب الأردني يخرج يتضامن مع غزة دون ذلك. سيد عبد الله، طالما يتحدث سيد سميح عن أنها أغراض فصائلية وليست أغراض لغزة، هل موضوع غزة يستخدم اليوم كمظلة لأهداف سياسية لا تمت لصلة بغزة؟ أي في البحرين مثلا زعزع استقرار البحرين تحت عنوان غزة؟ إني أطمنك وأطمن المشاهدين، أي محاولة للعبث بأمن وصراع البحرين فإن البحرين قادر على التعاطي مع هؤلاء مهما بلغ شأنهم أو محاولة توظيف هذه الأزمة الحالية. ثانيا، هذه التنظيمات ذات البنى أو البنية الأيديولوجية دينيا هي طائفية يعني في تعريفها لهويتها، وهي تتسق. يعني اليوم عندما يرفع الحوثي الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، فالإخوان لا يختلفون عنه كثيرا، فهم حملوا نفس المشروع. يعني أعطيك نموذجا، في العراق من هو الشريك الأول لكل هذه الفصائل الولائية لإيران ورئيس رئيس البرلمان العراقي؟ الإخوان المسلمون. أعطيني في الكويت نفس الشيء، عندما تأتي وهم يرفعون راية الديمقراطية، ولكن عندما تأتي الانتخابات الوطنية في أي من في هذه الدول يرفعون شعار أن التصويت لمرشحيهم هو تكليف شرعي. فبالتالي عملية استعمال الدين مطية، استغفر الله، من قبل هؤلاء، والذين ما أول من مارس أقصى أدوات التآمر وقتل أولادنا وتهديد أمننا عبر تاريخهم من انطلاقهم 28، وهم أولياء لكل جهاز أجهزة ومنظومة الاستخبارات في الولايات المتحدة وبريطانيا تحديدا، وهم من يمرر الأموال للكثير من التنظيمات الموالية أو الموظفة من قبل المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية عبر مؤسساتها المصرفية حول العالم وخصوصا من أوروبا الآن. طيب، بالحديث بهذا الخصوص أيضا أعود إليك دكتور سمير. دكتور سمير، ماذا قدمت إيران والإخوان المسلمين للقضية الفلسطينية؟ هل غيروا أصلا بالمعادلة الحالية حتى اليوم؟
يعني دعينا نقول أن معيار المقاومة بشكل عام هو هزيمة الجيوش المضادة أو إيقاع خسائر كبيرة بها وتحرير ولو أمطار صغيرة من الأرض. منذ ادعت حماس أنها تقوم بعملية مقاومة، هي بدأت كما بدأ حزب الله. قضية الفلسطينية هي مطية يحاول أن يستخدمها الكثيرين، حتى بعض الزعماء العرب في فترة من الفترات استخدموا القضية الفلسطينية بنفس الاستخدام والاستغلال، يحاولون في البداية القيام بدور مقاوم، لكن سرعان ما ينقلبون. بعد 2006 وجه حزب الله بنادقه إلى الداخل اللبناني. حماس بعد فترة بدأت تستخدم إسرائيل نفسها والمعونات المالية التي كان يدخلها نتنياهو بنفسه إلى حماس حتى تستمر في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. هناك مشروع إيراني وهناك تحالف إخواني مع هذا المشروع. أذكر هنا بأنه خامنئي هذا هو الذي ترجم أعمال سيد قطب إلى الفارسية، وهو الذي كلف الكوادر بحفظ ودراسة يعني كتابات سيد قطب، وهذا لا علاقة له بالإسلام، هذا له علاقة بما يسمى بالإسلام السياسي، أي تحالف مع جهات تدعي انتمائها للدين الإسلامي ودفاع عنه، وهي براء من هذا الأمر. هي تستخدم مظلة الدين كما نعرف جميعا تضليل الجماهير، القدس والحرم الإبراهيمي إلى آخره، لكنها لا تفعل شيئا عمليا. لا يوجد مدرسة في قطاع غزة أسستها إيران، لا توجد مستشفى في قطاع غزة أسستها إيران، هي فقط تساعد هؤلاء المقاومين بالمزدوجين حتى تحصل على مقعد لها، على مكانة لها، بدعوى أنها هي التي تواجه إسرائيل. وهي كما هو معروف دائما وثابت هذا الأمر أنها لم تواجه إسرائيل على الإطلاق، ضربت عشرات الضربات داخل إيران نفسها. طيب. وخارج إيران تضرب بشكل شهري في سوريا وفي غيرها، وهي تستخدم أدواتها. المشكلة أن حماس هي إسلام سياسي سني، وهي الجائزة الكبرى التي استطاعت أن تخترقها إيران لتقول أنها غير متمذهبة، لكنها عمليا هذا تمذهب شيعي سياسي. استخدمت حماس واستخدمت مكانة حماس بالنسبة للقضية الفلسطينية لتقول أنها تجاهد ضد إسرائيل، وهي عمليا لم تجاهد على الإطلاق ضد إسرائيل. أنا أكتفي معكم وأشكركم جزيل الشكر لتحسين شروطها مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الموضوع يحتاج ساعات ولكن لضرورات الهواء. شكرا جزيلا لكم من القاهرة دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا أشكر سيد سميح المعايطة، وأيضا أشكر سيد عبدالله الجنيد. شكرا جزيلا لكم. إذن مستمرون معكم في العالم الليلة، ابقوا معنا، سنفتح ملفات أخرى ولدينا بعد فاصل قصير. قصف عمال الإغاثة في غزة يزيد التوتر بين بايدن ونتنياهو. ومن ملفاتنا أيضا، إيران تعترف بمقتل 11 عنصرا من الأمن، ومنظمة جيش العدل تقول إن الأعداد بالمئات. ومستمرون معكم في العالم الليلة، جديد الأخبار العاجلة تأتينا من واشنطن حول العلاقة مع إسرائيل. على كل حال تتابعون أيضا جديد هذه العواجل أسفل هذه الشاشة، وسنذهب معكم أيضا إلى عبد الجليل. عبد الجليل أصبح جاهزا معنا الآن ليفصل لنا هذه الأخبار العاجلة. عبد الجليل، جديد الموقف الأمريكي معك. نعم نادين، ما قيل وما تسرب عن المحادثة التي جمعت بايدن بنتنياهو يبدو أنه تحول إلى سياسة أمريكية رسمية. ففي مؤتمر صحفي نقلناه قبل قليل لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أكد بأن إسرائيل عليها أن تغير سياستها في غزة، وبناء على ذلك ستحدد أمريكا علاقتها مع إسرائيل. جون كيربي الذي يجري مؤتمرا صحفيا بدوره الآن أكد بأن علاقة أو السياسة التي تنتهجها إسرائيل في غزة هي التي ستحدد على أساسها أمريكا سياستها تجاه غزة وإسرائيل أيضا، كما أنه أكد بأن أمريكا سترفع بطريقة دراماتيكية من حجم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة. يبدو أن الأحداث تتسارع نادين، ويبدو أن السياسة الأمريكية بدأت تأخذ منهجا آخر.
عودة بكل حال سنتابع هذه الأخبار معك عبد الجليل، شكرا لك حتى هذه اللحظات، وأنتم دائما على اطلاع مع جديد الأخبار العاجلة أسفل شاشة العربية خصوصا في العالم الليلة. الحديث عن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا فيما يتعلق بالحوثيين، فمسؤولون أمريكيون أكدوا للعربية أن الولايات المتحدة مستعدة لعملية طويلة الأمد ضد الحوثيين، وأن الولايات المتحدة مصرة على البقاء في المنطقة. ومسؤولون إسرائيليون قالوا لبلومبرغ إن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس تعثرت مرة أخرى مع وجود فجوات كبيرة بين الجانبين بشأن المحتجزين والسجناء ومستقبل غزة. المسؤولون الإسرائيليون قالوا إن حماس تعتقد أن موقفها أصبح أقوى بسبب الضغوط الدولية على إسرائيل. وقال المتحدث باسم كريملين إن العلاقات بين موسكو والناتو وصلت إلى مستوى المواجهة المباشرة، مرجعا السبب إلى أن الحلف يشارك بالفعل في صراع أوكرانيا. الرئيس الفرنسي مانييل ماكرون ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستستهدف الألعاب الأولمبية في باريس والتي تبدأ في 26 يوليو، قال أنه ليس لديه أدنى شك في ذلك خصوصا من الناحية المعلوماتية. إذن كان ذلك أبرز التطورات الخبرية حول العالم ولخصناها لكم في العالم الليلة. كيف لخطأ بالقتل أن يتكرر؟ هذا جزء من فحوى اتهام مؤسسة منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسي أندري للقوات الإسرائيلية باستهداف عمال الإغاثة السبعة وتابعين المنظمة في قطاع غزة. قال أندري إنه كان متعمدا. أندري يتهم إسرائيل بقتل ممنهج لموظفيه عبر قصف مركباتهم واحدة تلو الأخرى، ويشدد أيضا على أن منظمته نسقت وأبلغت الجيش الإسرائيلي بحركة الضحايا قبل انتقالهم إلى دير البلح وسط القطاع، وهي المدينة الفلسطينية الشاهدة على آخر لحظات حياة موظفي الإغاثة الأجانب الستة وزميلهم الفلسطيني. ما توصف بجريمة قتل إسرائيل لموظفي الإغاثة السبعة في غزة وما تبعها من إدانات مواقف دولية رافضة، كان من أبرزها موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إنه يشعر بالغضب والحزن معا. مشاعر الرئيس الأمريكي تلك دفعت بالكثيرين لمراقبة آثارها على العلاقة بين جو وبيبي، ربما أهم ما يمكن مراقبته يرتبط بمدى إمكانية وضع بايدن شروطا على الأسلحة التي ترسلها واشنطن لحليفتها تل أبيب. البيت الأبيض يعترف بشعور بايدن المتزايد بالإحباط نتيجة فشل إسرائيل في حماية عمال الإغاثة والمدنيين. بايدن أيضا يؤكد أن هناك دليلا آخر على أن إسرائيل لم تقم بما يكفي لحماية موظفي الإغاثة، ولكن شكوى الرئيس الأمريكي افتقرت لآلية تحدد رؤية واشنطن بوجوب تغيير تل أبيب لسلوكها، مع إشارات من البعض بأن لغة الغضب لدى بايدن هي أقصى ما يملكه الرجل ضد نتنياهو، وأنها ظهرت فقط عندما تعلق الأمر بموظفي الإغاثة الغربيين. اليوم على كل حال كان هناك محادثة هاتفية مرتقبة بين بايدن ونتنياهو امتدت لأقل من نصف ساعة بحسب البيت الأبيض. حنان، ما المتوقع وفق آخر الأخبار؟ جديد الموقف الأمريكي كيف سيكون؟ نادين، بايدن يبدو أنه لن يخطو أي خطوة ينتج عنها المساس أو الإضرار بالمؤسسة العسكرية في إسرائيل، فالرئيس الأمريكي أزمته مع نتنياهو وحكومته وليست مع إسرائيل ككل، رغم مطالبات لبايدن من قبل أكثر المؤيدين له بوضع شروط على الأسلحة التي تزود بها واشنطن تل أبيب. ومن هؤلاء المؤيدين لبايدن من يأمل أن تكون هذه اللحظة التي يغير فيها الرئيس مساره، ويذكرون الرئيس الأمريكي بأن نتنياهو يتعمد تجاهل طلباته، ورغم ذلك ترسل الولايات المتحدة لإسرائيل قنابل زنة 2000 رطل دون أي قيود على استخدامها، مرفوقة طبعا بأمال الحصول على بعض الضمانات لاحقا، وهو ما لم يحدث مع أوكرانيا التي امتثلت فعلا لعدم السماح لها أمريكيا باستهداف روسيا بأسلحة أمريكية الصنع. لكن في إسرائيل التي تتمتع لدى واشنطن بميزة الاستثناء فالوضع يختلف وفق مراقبين، حيث ابتكر مسؤولون حلا لعدم تكرار مقتل موظفي الإغاثة بغزة بأن تحرس قوات إسرائيلية المساعدات إلى غزة أو أن تظل الوحدات العسكرية على اتصال مستمر مع مقدمي تلك المساعدات إلى حين وصولها، متجاهلين ما تدعو له نخب سياسية أمريكية إدارة بايدن للاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة من خلال اتخاذ إجراء تنفيذي كخطوة حقيقية ضاغطة على نتنياهو وفق قولهم.
يعني نعم حنان، تعلق المساعدات ويبقى الجائع ينتظرها. كل حال إلى واشنطن نذهب الآن. ريبيكا بوشريد، عضو مجلس إدارة أنيرا. سيدة ريبيكا مرحبا بك معنا. كيف توازن اليوم المنظمات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها وبين العامل الأمني الذي يجعلهم ربما يعلق عملهم الأساسي في مكان ما؟ So Anira has been providing on average 150,000 meals a day. كنا نقدم نحو 150 ألف وجبة ساخنة، ولكن للأسف في تاريخنا توقفنا عن عملياتنا لأننا لا نستطيع ضمان أمن موظفينا. لكن سيدة ريبيكا، بالنهاية من يخسر أكثر فهم الشعب، لأنه بتعليق المساعدات الغذائية يتضرر الشعب أكثر. يعني آماله كانت على هذه المساعدات مع سياسة التجويع التي تمارس ضده. Yes, it was an incredibly difficult decision. هو قرار صعب جدا على كوادرنا، وأود أن أذكر الجميع أن كوادرنا فلسطينيين وهم جزء من المجتمع الذي يخدمونه، وعاشوا في ظل هذه الإبادة تحت القصف والتشرد والنزوح، ونحن نفخر بما قاموا به حتى في أصعب الظروف، ويريدون استئناف الخدمات بأسرع ما يمكن. لكن الأمر يعود للإسرائيليين لأن يتوقفوا عن استهداف العاملين في الإغاثة الإنسانية وعدم استهداف الصحفيين والمدنيين. لذلك نحن بحاجة لضمانات جدية وأكيدة بأنهم سيتوقفون عن هذا الاستهداف. أكثر من 800 قتلوا منذ بدء هذه الحرب. شكرا لك من واشنطن ريبيكا بوشديد، عضو مجلس إدارة أنيرا. ضربات على مقرات دبلوماسية في سوريا، واستهداف للقادة في العراق وفي سوريا وربما في اليمن، ولكن أكبر خسائر إيران كانت ولا زالت تحدث على أراضيها، وبتحديد في أكبر محافظاتها سيستان وبلوشستان. ففي آخر هجوم أعلنت إيران مقتل 11 عنصر أمن بعد هجوم نفذه جيش العدل المعارض على مقار 3 مراكز تابعة للشرطة في مدينتي راسك وتشباها الواقعتين جنوبي سيستان وبلوشستان. جيش العدل أصدر بياناً أكد فيه أن خسائر الأجهزة الأمنية في الهجوم أكبر بكثير من العدد المعلن عنه، مضيفاً أن هذا الهجوم استهدف أيضاً 6 مقار أمنية وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 200 عنصر أمني. شقوق المعسكر الديمقراطي قد يصعب التساقها قبيل انتخابات نوفمبر مع تناثر قطع هامة من صفوف داعميه الأساسيين. أخبار سيئة متلاحقة يتلقفها رئيس بايدن، كان أولها خروج الولايات المتأرجحة من جيبه، كل ذلك وفق أحدى استطلاعات الرأي. لحمة الناخبين من أصول أفريقية لاتينية وفئة الشباب أيضا هي الأخرى تنصلت من شبكة المرشح الديمقراطي، فبين الجدين العجوزين يميل الشباب لترامب. الفجوة بين الجنسين أطرت جزءا أساسيا من السياسة الأمريكية لعقود من الزمن، ولكنها حاليا في اتساع مفاجئ لا يصب في مصلحة بايدن. هل لديك معطيات أخرى فلك لتعطينا أكثر، لماذا هذه المعطيات لا تصب في مصلحة الرئيس بايدن؟ بالفعل نادين، لغة الأرقام قد توضح أكثر الاختلافات في حجم تصويت الرجال والنساء وأيضا الفئات العمرية، هاجس بات مقلقا لحماية بايدن الانتخابية. أمال بايدن العريضة في الولايات المتأرجحة تنكسر تباعا، فالفجوة بين تصويت الجنسين زادت من 9 نقاط إلى 13 نقطة. المرشح الديمقراطي نجح باجتذاب 37% فقط من أصوات الناخبين الرجال في بطاقة اقتراع شملته هو وترامب، فيما سلته حوت 46% من أصوات هذه الفئة في انتخابات 2020. فئة النساء تشهد تململا أيضا في طريق دعم المرشح الديمقراطي، مع انخفاضها من 54% إلى
إلى 50% فقط. نصيب بايدن من أصوات ذوي الأصول اللاتينية والأفريقية من كلا الجنسين لا يتجاوز 68%، فيما جاء دعمهم دسماً بالاستحقاق الماضي مع 91%. أداء الناخبين الشباب أي تحت سن 30 لم يكن بالزخم المعهود خلف بايدن مع 50% فقط من الأصوات، لكن المرشح الثمانيني حافظ على مكانته بين الناخبين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق، على عكس ترامب، فحصة بايدن من كبار السن بقيت على حالها متمثلة ب 48%. شكرا فلك، وهذه الساعة مستمرة معكم، ولكن إلى فاصل قصير ونعود بعده لنفتح ملف الكويت. فالكويتيون يصوتون اليوم لاختيار 50 نائبا، ومراكز الاقتراع تغلق الأبواب منتصف الليل. إذن كما أشرنا قبل هذا الفاصل نذهب إلى الكويت، حيث تستمر هناك عملية تصويت لانتخابات مجلس الأمة 2024 حتى منتصف الليل بتوقيت الكويت. نسبة المشاركة بلغت الأكبر في الدائرة الخامسة بنسبة فاقت 40%، وهذا يتفوق عدد الناخبين الرجال على عدد ناخبات النساء في كثير من مراكز الاقتراع في مختلف الدوائر الخمس في التصويت على مرشح واحد من 200 مرشح. ومن أحد مراكز الاقتراع تنضم إلينا شهد المتروك، موفدة العربية إلى الكويت. شهد، مرحبا بك معنا في العالم الليلة. ما حجم إقبال الناخبين في انتخابات مجلس الأمة؟ هل بدأت تتضح الصورة حول نسبة المشاركة إلى الساعة؟ مساء الخير نادين. طبعا نتواجد في أحد المراكز، مراكز الاقتراع الموجودة في الدائرة الأولى. طبعا لاحظنا أن الإقبال ربما كان متواضع وضعيف نوعا ما قبل الإفطار، لكن بدأ تزايد أعداد الناخبين بعد الإفطار وصلاة التراويح تحديدا. وزارة الإعلام نشرت النسب حتى الساعة 9 مساء بتوقيت الكويت، أي يعني قبل 45 دقيقة وصلت نسبة الحضور والمشاركين من الرجال والنساء 42.6% من إجمالي عدد الناخبين والمسجلة أسماءهم في كشوف. طيب يبدو أن فقدنا الاتصال. وصل لي أكثر من 355,000 ناخب وناخبة. نسمعك شاهد، نسمعك. نعم، طبعا وصل عدد أو إجمالي الحضور لأكثر من 355,000 ناخب وناخبة في الدوائر الخمسة. طبعا في كثير من المراكز في هذه المناطق المختلفة من الدوائر بدأ الناس يتزايدون للإدلاء بأصواتهم مع قرب انتهاء فترة التصويت، يعني باقي من الوقت ساعتين وربع تحديدا حتى إغلاق مراكز الاقتراع لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات. شكرا شهد المتروك. الجانب الاقتصادي في الربع الأخير من الساعة الأولى من العالم الليلة. حمى الذكاء الاصطناعي تطال محرك بحث جوجل أيضا، وقد تتسبب بخسارة الشركة مليارات الدولارات من عوائد الإعلانات. فبحسب مصادر بلومبرغ قد تغير جوجل من نموذج عمل الشركة لأول مرة وتفرض رسوماً على محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما سيكون أكبر تغيير على الإطلاق لأعمال البحث الخاصة بها. فيرى الخبراء أن جوجل تعاني من تراجع عوائد أعمالها الإعلانية بعدما يقرب من عام ونصف من ظهور تشات جي بي تي. ونرحب هنا معي في الاستوديو الزميلة سمر الماشطة، صحفية في قسم الاقتصاد بشبكة العربية. سمر أهلا بك معنا في العالم الليلة. سمر، حمى الذكاء الاصطناعي تطال محرك بحث جوجل أيضا. نعم. طيب سمر، إذا كان هذا التغيير سيفرض مثلا رسوما على محركات البحث، هو فقط مرتبط بالذكاء الاصطناعي أم ماذا؟ نعم، بمحرك البحث جيميناي 1.5 وبمحركات البحث اللي إلها علاقة مبنية على الذكاء الاصطناعي، وليست تلك التي نستخدمها كل يوم اللي تسوينا اللي
جنريت اللي هي اللينكس، وإنما هي المتخصصة المبنية على الذكاء الاصطناعي مثل أوبن أي أي اللي تنطيك مثلا تقولي لي اكتب لي مقالة عن الشات جي بي تي في الصين، أو اكتب لي عن مقالة عن الشحن ومشاكل الشحن مؤخرا خلال سنتين ماضيتين. هذا اللي هو اللي حيكون عليه تحديدا فرض الرسوم، بس بعد مو أكيد يعني. طيب وكل هاي الأخبار كأنه ارتبطت بمسألة ظهور تشات جي بي تي قبل عام ونصف العام. صحيح. هل محرك البحث من جوجل مدعوم بالذكاء الاصطناعي ينافس فعلا تشات جي بي تي؟ بالتأكيد، خصوصا اليوم اللي هو جيميناي اللي 1.5 اللي تم إطلاقه في فبراير. الآن خلينا نأخذ الثلاث أكبر محركات بحث اللي مبنية على الذكاء الاصطناعي. عندك تشات جي بي تي 4 اللي تدفعيله لا تقدرين تستعمليه، هذا يحصل 128 كونتكست ويندو. شنو معنى كونتكست ويندو؟ يعني إذا تنطي كتاب طوله مثلا 100,000 كلمة يقدر يلخص لك إياه. فور إكزامبل عندك مثلا كلود أنثروبيك بعد أقوى من تشات جي بي تي، يقدر يعالج 200,000 كلمة في الريكوست الواحد أو في الطلب الواحد. اليوم جيميناي 1.5 يعالج 1,000,000 كلمة. فطبعا لأنه جوجل لا تنسين عندها مصادر أكثر، واليوم 1.5 جيميناي مبني على مجموعة من النماذج اللغوية الصغيرة المتخصصة، بينما تشات جي بي تي وأنثروبيك مبني على نموذج لغوي واحد كبير، فهذا يعني سرعة كبيرة ومعالج أكبر بكثير بالنسبة للمعلومات. وبالحديث عن السرعة سريعا بالإجابة الأخيرة، عادة ما تكون مثلا الخدمات المدفوعة تكون خالية من الإعلانات. صح. كما هو معروف. طب في حال فرضت جوجل هذه الرسوم، كيف رح يأثر على عوائد جوجل لتشكل دخل رئيسي للشركة؟ المشكلة شلون؟ أول شيء جوجل حققت عوائد 175 مليار دولار من الإعلانات، هذا يشكل نصف العوائد اللي تحققها جوجل اليوم. شلون تشتغل الإعلانات؟ أنت لما تطلبين مثلا فوتبول كلاب إن دبي، نادي فوتبول كرة قدم في دبي، يطلع لك اللينكات اللي أول شيء لها علاقة بالفوتبول أو بالكرة القدم، وبعدين تطلع بالبداية الأشياء المدفوعة، الشركات اللي دفعت لهذه الإعلانات. اليوم إذا تم توظيف الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على الصلة بالبحث، وليس على يعني إحنا نقول أو حيبتعد عن هذه اللينكات المدفوعة، حينطيك نتائج خالصة. فهذا لازم يلقون اليوم فد معالجة أو فد نظام يمكن دمج الاثنين، اللي هو بنفس الوقت إعطاء نتائج ريليفنت وبنفس الوقت إعطاء النتائج اللي هي تكون مدفوعة في البداية. شكرا جزيلا لك سمر المشطة، زميلتنا في قسم الاقتصاد الصحفية. شكرا. وهذه جديد العواجة التي تتابعونها أسفل الشاشة. وكالة الأنباء الأردنية تتحدث عن أن العاهل الأردني تلقى اتصالا من ولي العهد السعودي حول تطورات المنطقة وغزة. أيضا أن العاهل الأردني عبر لولي العهد السعودي عن اعتزازه بعلاقات البلدين التاريخية المتينة، وأن العاهل الأردني وولي العهد السعودي شددا خلال هذا الاتصال على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية. إذن هذه عواجل بترا، الوكالة الأردنية التي تحدثت فيها بأن العاهل الأردني وولي العهد السعودي شددا على حل الدولتين كأساس لحل القضية الفلسطينية خلال اتصال هاتفي بينهما. إلى أخبار الطقس، وهذه لميس. شكرا نادين. أهلا بكم. لقي شخصان حتفهما وأصيب 15 آخرون بسبب سوء الأحوال الجوية في موسكو بعد أن ضرب طقس سيء البلاد برياح قوية وتغيرات في درجات الحرارة وفيضانات، وأغلقت السلطات حدائق المدينة الكبيرة وغيرها من الأماكن العامة. هذا وتسببت الأحوال الجوية القاسية في إحداث دمار في مدن متعددة في جميع أنحاء الغرب الأوسط للولايات المتحدة، حيث تسببت سلسلة من الأعاصير في إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمساكن والمناطق في ولايات مثل أوهايو وبنسلفانيا وإنديانا. كما تسبب تساقط الثلوج بكثافة في فوضى مرورية في جنوب السويد، ما أدى إلى بقاء سائقي السيارات عالقين لأكثر من 10 ساعات، وتوقفت حركة المرور على العديد من الطرق الرئيسية تسبب بها توقف الشاحنات. في نهاية العالم الليلة لم يبقى إلا نذكر بالعناوين.
حماس تدعو إلى تصعيد الحراك، والجهات تطالب بتمدده إلى مصر والمغرب العربي البحرين والكويت. الأردن يقول بأن حماس تعتبر الأم لجماعة الإخوان وتدعوهم للعودة والتفكير بعقلانية. إيران تعترف بمقتل 11 عنصرا من الأمن، ومنظمة جيش العدل تقول إن الأعداد بالمئات. بعد قليل ألقاكم في الساعة الثانية من العالم الليلة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.